السلام عليكم الاخوان. لا الاخوان، جمهور الوداد جمهور خيالي من واحد العالم اخر. وبكل صراحه وخاصنا نكونوا صريحين مع راسنا، خاصك تحط الجمهور ديال العالم كامل في جهه، وخاصك تحط الجمهور ديال الوداد والرجاء في جهه اخرى. هاد جوج جماهير الاخوان بكل صراحه وصلوا لواحد ليفو اخر اللي هارب ديال بصح. وبكل صراحه الاخوان، جمهور ديال الوداد اكدوا لنا هذه المساله هذه في هذا الماتش هذا بالضبط. وفي هذا الماتش هذا تحفونا بجوج تيفويات اللي هاربين ديال بصح، جوج تيفويات اللي خياليين، من افضل التيفويات اللي شفنا في هذا الموسم هذا. وبكل صراحه اللي تتفرج في الجمهور ديال الوداد راه خاصك تنسى شي حاجه سميتها الجمهور الاوروبي ولا ديال الانجليز. وبكل صراحه الجمهور ديال الوداد ما عرفناش اشمن حلقه عنده، راه الماتش كامل 90 دقيقه ما سكتوش نهائيا. وزيد عاوتاني تحفونا بديك الكراكاجات اللي رجعوا، بالنسبه لينا شي حاجه عاديه، واي حاجه اللي تتولفها عاديه راه بالنسبه لشي ناس راه ماشي عاديه. وخصوصا الاخوان هاد النوع ديال الكراكاجات تنشوفوهم غير في المغرب، راه ما كاين لا في اوروبا لا في اسيا لا في والو. وزيد عاوتاني الاخوان، جمهور الوداد بحال اللي لاعبين في ماتش ديال الشامبيونز ليغ، بحال اللي لاعبين بطوله ماتش عادي. دائما الجمهور هذا 40000 واحد خاصو يكون في التيران. وبالنسبه لي اخوان، واخا تعيا تحاول تعبر على الجمهور هذا، ما تلقاش ديك الكلمات باش تعبر عليه، لان يعني اخوان بكل صراحه واقل حاجه الجمهور هذا اسطوره ديال بصح. قبل يا اخوان ما نمشيو نهضروا على التعادل ديال الوداد اللي كان ضد اتحاد تورقه، اذا كنتي مازال ما اشتركتيش في الصفحه شنو مازال كتساين؟ واش مازال ما هداكش الله تحرك ديك البوطونه ديال الاشتراك؟ وثاني حاجه اللي مهمه، اذا كانت تعجبك البطوله الوطنيه ما تنساناش اللايك لهذا الفيديو هذا. واخر حاجه واللي هي اهم حاجه، ما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابكم. ويلا يا اخوان، اذا كنتم مستعدين يلا. اذا جيتي سولتيني شخصيا على السر ديال التعادل ديال اتحاد تورقه ضد الوداد، غادي نجاوبك وغادي نقول لك بكل صراحه، اول واحد اللي هو الحارس المرمى ايوب الخياطي، وزيد عليهم احمد خلج واكرم نقاش، وفي الاخير النجم ديال المباراه عمر النمساوي. وثاني عامل الاخوه اللي كان سبب مباشر في التعادل هذا هو المدرب طارق السكيتيوي. وبالنسبه لي هذا المدرب هذا بالضبط قرا الماتش مزيان ودار واحد الرسم تكتيكي لاسطوري ديال بصح. اول حاجه اللي كانت الكره تكون في خط الوسط ديال الوداد، كان تيلعب دفاع متقدم، كان الدفاع ديالو تيضغط كامل على الخط الوسط ديال الوداد باش ما يتقدموش ليه. وثاني حاجه الخط ديال الهجوم ديال الوداد اللي كانوا تيهجموا كان تيرجع بالخط ديال الدفاع كامل لور، يعني الاخوان اللي كانت الكره تكون عند بوهره ولا عند اونجم كان تيرجع ب 10 ديال اللاعبين لور. وخصوصا الاخوان مورا الدقيقه 75 الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، وحتى شي حاجه من غير الدفاع. طارق السكيتيوي كان ساد مزيان الدفاع ديالو، ممنوع شي لاعب يمشي يهجم عليه. اما الاخوان من الجهه اليسرى اللي كان فيها عمر النمساوي كان شي حاجه اخرى، ديك الجهه ديك بالضبط الاخوان كان فيها ممنوع شي لاعب يدوز. وشفنا الاخوان بعينينا في ديك الماتش هذاك بوهره قطع عليه الماء والضو، ما خلاش لا يراوغ لا يدير حتى شي حاجه، وهادشي اللي خلى حسين عموتي ينتبه لهادشي ويغيرو في الشوط الثاني، وحتى دخل زهير المتراجي بصعوبه باش بدا تيقد يدوز من ديك الجهه. اما الاخوان من الجهه اليمنى، محمد اوناجم دار اللي عليه ودار بون ماتش. واصلا الاخوان جيب لي شي مدافع قاد يوقف محمد اوناجم من ديك الجهه هذه. محمد اوناجم لعب لك بجميع المدافعين ديال اتحاد تورقه، ولكن الاخوان في هذا الماتش هذا فرشتي مزيان في محمد اوناجم شنو كيدير. راه في هذا الماتش هذا الاخوان استطاع يراوغ المدافعين ديال اتحاد تورقه اكثر من 30 مره، وزيد عاوتاني عطى في هذا الماتش هذا اكثر من 20 عرضيه اللي كانت سم قاتل، وكان ما كانش غير الدفاع متكتر راه كانت غتماركا منهم شي كره 100%. وزيد عاوتاني اخوان، جونيو سامبو في هذا الماتش هذا كان خارج الماتش، وهذا اللاعب هذا كنا تنشوفوه في الماتش ولكن عقلو راه في شي جهه اخرى. وخصوصا الاخوان اللي وصلت الدقيقه 93 والفريق راه تحصل على بيلانتي، وانا ما عرفتش الاخوان علاش مشاو ديك البيلانتي عطاوه جونيو سامبو، راه باين اللاعب راه خارج الماتش وما كانش في النهار ديالو، مشاو عطاو البيلانتي باش يتيريه. وبالنسبه لي اخوان، علاش ما عطاوش ديك البيلانتي لايمن الحسوني ولا يحيى جبران الكابيتان؟ واش حيت يحيى جبران ضيع بيلانتي ضد الدراجة؟ هذا بالنسبه لي اخوان وبكل صراحه راه ماشي سبب واضح باش تحيدو البيلانتي وتعطيهم الجونيور سامبو، او لما مثلا بغيتي الجونيور سامبو يكون هو الهداف ديال البطوله. وحتى هذا بالنسبه لي ما بلانش وشي بيلانتي حاسم، خاصك تعطي لشي لاعب اللي عنده الخبره. وبالنسبه لي افضل جوج لاعبين يمكن يديروا لك هذا البيلانتي يحيى جبران وبن عياده. هيا الاخوان، وكان عطات البيلانتي هذا لبن عياده، انا بالنسبه ليا 100% غادي ماركيه، لان الاخوان بكل صراحه بن عياده عنده شي تيرات راه مستحيل يجبدهم شي حارس مرمى. وثاني حاجه الاخوان، ديك البيلانتي واش فيه بيلانتي ولا ما فيهش بيلانتي؟ في الاعاده ما تيبان والو، يعني الاخوان في ديك اللقطه هذيك رضوان جيد حكم على عينيه اكثر من اللي حكم على الفار، لان الاخوان بكل صراحه في البطوله الوطنيه راه مازال متاخرين من ناحيه التقنيه. ولكن الاخوان اللي واضح واللي بالنسبه ليا، جونيو سامبو ضيع اغلى ثلاثه ديال النقاط اللي كانوا عند الفريق. وبالنسبه لي الاخوان
الاخوان هذا الماتش هذا هو اصعب ماتش واجه الوداد في هذا الموسم هذا. الاخوان راه تنهضروا على فريق اتحاد تورقة، فريق المنظم مزيان دفاعيا وتيعرف يلعب مزيان على الخطوط الدفاعيه وخط الوسط ديالو. يعني الاخوان خاصك شي فريق كبير ومنظم باش يدوز ديك الخط الوسط وخط الدفاع ديالو. وزاد عاوتاني غدوز ديك الخط الوسط وخط الدفاع غتلاقى واحد الحارس اللي مستحيل تماركي عليه، وراه بان الاخوان السبب علاش اتحاد تورقة عنده افضل دفاع في هذا الموسم هذا. وزاد عاوتاني الاخوان الملاحظه اللي كانت في هذا الماتش هذا، هشام خلوه ضرب برا على التكناوتي. ايا الاخوان الكره كانت اورجو ولكن راه هدد المرمى ديال التكناوتي. وبالنسبه للاخوان هشام خلوه هو المفاجاه ديال هذا الموسم هذا اصلا. وزيدكم هذا الاخوان فريق اتحاد تورقة في هذا الموسم هذا هو الفريق الوحيد اللي ما قدش يربحو حتى شي فريق كبير في البطوله، من غير الاخوان فريق جيش الملكي اللي استطاع يربحو غير بواحد الزيرو. وبالنسبه للاخوان الانطلاقه ديال اتحاد تورقة في هذا الموسم هذا تتفكرنا بالانطلاقه ديال نهضه بركان مورا ما طلعت من دوزيام ديفيزيون. يعني الاخوان الفريق راه واقف على الصح وراه باني راسو مزيان. وبالنسبه للاخوان صعيب بزاف هذا الفريق هذا يطيح في هذا الموسم هذا. قبل الاخوان ما نسال هذا الفيديو هذا اذا وصلت حتى لهذه النقطه هذه، ما تنساوناش الاخوان اهم حاجه لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. وفي التالي الاخوان كان معكم حافظ وتهلاو.